أهلا بكم. احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية ببدء زمن التهيئة المبارك، حيث ترأس قدس الأرشمندريت خريستوفوروس حداد القداس الإلهي في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل الصوفية بمشاركة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة وبحضور أبناء الرعية، كما حضر قدس الأب الأيكونوموس إبراهيم دبور في الصلاة المرفوعة من الجميع من أجل صحته وعائلته. وفي عظته هنأ قدس الأرشمندريت حداد أبناء الرعية الأرثوذكسية ببدء هذه المواسم المباركة، داعيا بأن تكون هذه الفترة فترة تهيئة لذواتنا خلال الصوم، حتى يتسنى لنا أن نكتشف أنفسنا ونأخذ قيمتنا فقط من الله. ناقلا للجميع تحيات المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس. الكنيسة اليوم بتوضع أمامنا مثل من خلال الكتاب المقدس وكلنا سمعناه، اللي هو مثل الفريسي والعشار. الكنيسة وضعته لحتى نحن نشخص بكياننا بكليتنا نحو هالشخصين، لحتى نشاهد صورة إنساننا، صورة إنساننا الداخلي لوين بيتوجه. هالإنسان اللي كان على مر العصور وبكل الشعوب هو نفس الإرادة، ولكن هيدي الإرادة متى بتتغير، متى بدها تأخذ منحناها الجيد، هيدا بيعتمد على إرادتنا الشخصية. الإنجيل لوقا بيقدم صورتين مختلفتين لشخصين، صورة إنسان بيصلي بصمت، بيقرع صدره بالتوبة، هيدا الإنسان هو محتقر بعيون الناس، ولكن كان له قيمة كبيرة بأعين الله. وإنسان آخر كان له كل المجد بأعين الإنسان، ولكن بنفس الوقت كان غريب عن أعين الله، غريب عن الله. هالكنيسة وضعت أحد الفريسي والعشار هيدا المثل ببداية الفترة، ببداية التريودي، لهدف معين، لحتى تكشف لنا إنه طريق التوبة، طريق المسامحة، طريق انسحاق الفكر هم عبورنا فقط للملكوت. بدون التواضع، بدون انسحاق الفكر، الإنسان صعب عليه يشارك ربنا في مجده. الإنسان اليوم نحن نستصعب كتير إنه ندرك غايتنا وقيمتنا في أعين ربنا. لهيك دائما كثيرين منا بنبحث عن قيمتنا بأعين الناس، مثل هيدا الفريسي اللي كان شايف حاله وكان بيمدح حاله، مثل ما كثيرين منا بيطلبوا المدح، يمكن منه علانية ولكن داخلنا بيكون هيدا الطلب موجود عند كل واحد منا بصورة أو بأخرى. بنفتخر بأعمالنا، بنختفر وبنفتخر كتير بشو صنعت أيدينا، وبنتناسى إنه كل عطية هي منحدرة من لدن العلي. كل شيء نحن بنقدمه سبق وربنا قدم لنا إياه بركة منه. كل شيء نحن بنعطيه للآخر، بنقدمه للآخر، هو منه مهتي على ربنا، ولكن هو تقديم شكر لربنا على هيدي العطايا اللي أعطانا إياها. هيدا الشيء تسمعوه في القداس الإلهي وقت الكاهن بيحكي: التي لك مما لك نقدمها لك عن كل شيء ومن أجل كل شيء. كل الخيرات اللي نحن بننعم فيها هي من ربنا،
هي منا من شخصيتنا، منا من إنسانيتنا، منا من أرضنا، هي معطية من ربنا للإنسان لحتى يقدمها لإله ويقدم شكر، لأنه الإنسان المسيحي هو إنسان شكور بيقدم الشكر دائما لربنا. لهيك كمان بتسمعوا إنه الجوقة لما ترتل: إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. الإنسان إذا ما كان شكور بيخسر قيمته، لأنه القيمة الحقيقية هي لما الإنسان يستمدها من ربنا ويعطيها لربنا من حيث الشكر، بالشكر الإلهي الإنسان بياخذ قيمته من الإله.